الواقع كنا خدامين شا كنسمعوا في الضربه يعني اطفال صغار كاع سمعوا الضربه يعني جينا شفنا بنادم طايح من الفوق. لا لا بنادم مش قليل اللي شاف بنادم جاي طايح من الفوق قليل يعني كاين اللي شاف وكاين اللي ما شافش يعني من جينا تبهضنا يعني شفنا الناس شفنا انسان طايح من الفوق وراسه فرقع والدم ديز يعني بنادم كاع تخلع يعني. لا لا ما تعرف ليه حتى شي واحد لحد الساعه ما لا لا حد الساعه حد الساعه ما حتى واحد ما تعرف عليه يعني شحال صحاب الاقامه كاع خرجوا ما حتى واحد ما تعرف عليه يعني بنادم كاع تخلع سبحان الله العظيم يعني ان الله واني راجعون يعني بنادم راه تبهض وبنادم ما قدرش يشوف هذا السيد من تفرقع صراحه راه تفرقع بحال شي قنبوله.